ان طيب شاء الله. خليني اقول برضو ان مش هينجح اي حاجه الا بالمتابعه الجيده. تمام. طب المتابعه دي عباره عن ايه؟ احنا عندنا اداره مركزيه في الوزاره اسمها المتابعه، طبعا. وادارات تابعه ليها في المديريات اسمها المتابعه، وادارات ايضا في الادارات التعليميه اسمها المتابعه وتقويم الاداء. معانا نموذج من نماذج المتابعه الاستاذ ناصر ابو هوله، وهو متابع في وكاله وزاره التربيه في مديريه التربيه والتعليم بالجيزه. استاذ ناصر مساء الخير. مساء الخير. انا عايز بس اسال حضرتك حول متابعتكم للانشطه اللي بتتم حاليا من خلال متميزه جيزه او غيرها. يا ترى هي نفس المتابعه على مدار العام ولا الامر بيختلف الى حد ما؟ اولا اهلا بحضرتك استاذ هاني، واهلا بالضيوف الكرام، استاذنا ومعلمنا استاذ محمد عبد الله. اهلا استاذ ناصر، الامين العام لنقابه المعلمين، واهلا بسياده المستشار الاستاذ بدوي علام رئيس مجلس الامناء. اهلا بحضراتكم. طبعا لو لاحظنا مدارس متميزه جيزه يختلف الوقت اللي احنا فيه حاليا عما سبق. يعني انا النهارده لما بتابع في المدرسه بلاقي حاجه جديده في الطابور، في انشطه متعدده، اصبحت مدرسه جاذبه. الطابور اللي كان معظم حلو قوي مصطلح مدرسه جاذبه ده. طبعا. نعم حلو قوي مصطلح مدرسه جاذبه، هذا ما نصبه اليه بالمناسبه. تمام. يعني انا كنت ادخل مدرسه الاقي معظم الطلاب خارج المدرسه. صحيح. النهارده الطالب بيتصارع ليحضر الطابور، يتصارع ليحضر مسابقه التربيه الفنيه، يتصارع ليحضر مسابقه رسم العلم، يتصارع للمشاركه في الاذاعه، يتصارع في شد الحبل. فاصبح النهارده بدل ما كنت اكلف المشرف او الامن يجيب لي الطالب من بره، الطالب هو اللي بيتصارع بدري ويقف بدري ويستعد. فاصبح ونعرف ان الانشطه يعتبر الهادف الاساسي لتنميه المواهب. الانشطه هي يعتبر، يعني انا مش عايز زي ما اتكلم الاستاذ الفاضل الاستاذ محمد عبد الله، الماده ما تكونش ماده صماء او المستشار على الدكتور بدوي علام. نعم. برضو ان الماده لما يكون في انشطه بحس ان في ماده العلميه سهله مبسطه. ثانيا النهارده اصبح في تصارع وفي منافسه في العمليه التعليميه. انا عايز اظهر بمظهر كويس من ناحيه المدرسه، المعلم اصبح النهارده عايز يظهر ابداعاته والابتكار، تنميه المواهب المتعدده. اصبح النهارده في طلبه عندهم مواهب، عنده القدره دلوقتي ينمي الموهبه ويصبح مبتكر ومبدع. ده صحيح. وبالنسبه بنتمنى لكم طبعا التوفيق يا استاذ ناصر في متابعاتكم. استاذ خالد حجازي، يعني حاجه فريده من نوعها تمت في الجيزه، واصبح ما بيتهونش لحظه عندما يعلم بفكره جديده يجتمع بينا ويقول لي ايه اقتراحاتكم، ايه ارائكم، ويسمع الناس كلها. كل التوفيق لحضراتكم استاذ ناصر ابو هوله، بشكرك شكرا جزيلا.